نار الله، نار الله آفاق البرايا، بنور الحق أعلام الهدايا. نار الله آفاق البرايا، بنور الحق أعلام الهدايا. بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية، نسير بسيرهم حتى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث في قدوات عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. قالوا: كلمه رجل يوما حتى أغضبه، فهم به عمر ثم أمسك نفسه، ثم قال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا؟ قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. لا يكون الرجل أيها الإخوة من المتقين حتى يتقي عند الغضب ويتقي عند الطمع. التقوى تبع الصلاة سهلة، يعني الحمد لله الجامع فسيح والجو جيد والإنارة ممتازة ورائحة طيبة وسجاد نظيف وإذاعة مريحة. تقوى الصلاة سهلة، تقوى الصوم سهلة، يعني الواحد هيك بيرتاح جسمه الحقيقة في نهار رمضان لأنه بيخفف من هالأكل وهذه السموم. بس تقوى عند الغضب صعبة، بس يطلع خلقك، بس تفور، بس تنتفخ الأوداج، بس تحمر الحدق، هلأ اتقي الله. فسيدنا عمر بن عبد العزيز وهو السلطان وهو الخليفة أغضبه رجل فهم به، يعني معناته هلأ ارتفعت الحرارة وزاد النبض وزاد الضغط وانتفخت أوداجه. الآن ذكر الله فقال له: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، يعني يوم القيامة، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. هلأ كيف تسيطر على الغضب؟ احنا كلنا نغضب، ما في مشكلة أن تغضب، بس في مشكلة إذا أخطأت القول في أثناء الغضب، في مشكلة إذا أخطأت الفعل في أثناء الغضب. كم من رجل طلق زوجته ظلما في أثناء غضبه؟ كم من رجل آذى عماله ظلما في أثناء غضبه؟ كم من شريك آذى شريكه ظلما في أثناء غضبه؟ كم من ابن أغضب أمه في أثناء غضبه؟ كم من بنت أغضبت أباها في أثناء غضبها؟ كيف تسيطر على الغضب؟ خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. ما استطعتم يا أخوان أكثروا من الذكر، اشتغلوا بالذكر، كرروا الذكر، رددوا الذكر، أجروا كلمات الذكر على قلوبكم وألسنتكم. أوراد الصباح، أوراد المساء، هذه الأذكار، هذه الأوراد تضعف الشيطان عندك، لأن الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من نار. لذلك
أما رأيتم إلى حمرة، إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ بس واحد يغضب تلاقي حمر عيونه انتفخ خدوده، لأن الشيطان مخلوق من النار ويجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا ذكرت الله عز وجل أو أكثرت من ذكر الله عز وجل ضعف الشيطان عندك، فبتصير بتغضب لكن غضبك مضبوط اللفظي، مضبوط الفعلي، بس ما في ذكر تلاقي شيطانك كبير. نسأل الله السلامة. كم من مرة سمعتم أن رجلا غضب فخرج من الدين، خرج من الدين كله، ارتد، نسأل الله السلامة، حبط عمله بلحظة غضب وانتفاخ الشيطان عنده. فخمسة أمور بها تسيطر على الغضب: أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، ثانيها استخدم الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليغتسل، رواه أبو داود، في رواية فليتوضأ، لأن الوضوء تسكب ماء باردا على أعضائك التي دخل فيها الغضب فتهدأ، ثم الوضوء تخرج من الغرفة التي يعني حصل فيها الغضب. أنت هون بهالغرفة صار في غضب، لما بدك تروح تتوضأ حتترك كل هذا الجو. ثلاثة، غير هيئتك. إذا كنت ماشيا فقف، إذا كنت واقفا اقعد، إذا كنت قاعدا فاضطجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن ذهب عنه ما يجد وإلا فليضطجع. ذلك لأن الماشي يؤذي أكثر من الواقف. هل إذا واحد ماشي بسيارته وغضب غضبان، يخشى عليه أن يصدم طفلا، رجلا، امرأة، أو أن يصطدم هو بالجدار. ذلك إذا غضبت وعم تسوق السيارة واقف، واحد عم ماشي وغضب ماشي على رجلين ممكن يدفع الذي أمامه دفعا شديدا يؤذيه. الواقف ممكن أن يؤذي من حوله، القاعد أذيته أخف، المضطجع أذيته أخف. فثلاثة، غير هيئتك. أربعة، اسكت. دربوا أنفسكم يا أخوان أن لا يتكلم أحدكم في أثناء الغضب. لا تبيع ولا تشتري ولا تتزوج ولا تطلق ولا تصالح ولا تخاصم وأنت غضبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، ما تحكي شيء. في الغالب لأنك حتخطئ، في الغالب أنت وغضبان إذا حكيت بدك تخطئ. فدرب حالك إذا غضبت سكت، حتى إذا هدأت احكي ما تريد. خامسا وأخيرا، اذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. فأجرك كبير إذا كظمت غيظك. كلمه رجل يوما حتى أغضبه، فهم به عمر ثم أمسك نفسه، ثم قال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان، فشجه صبي منهم، فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجاءوا به إلى عمر، فسمع الجلبة فخرج إليهم، فإذا مريئة تقول: إنه ابني وإنه يتيم. مريئة تصغير امرأة، يعني امرأة صغيرة السن ومن عامة الناس. بقى هذا الولد فجل راسه لابنه، لعمر ابن عبد العزيز ابن الخليفة، هلأ انشأ راسه. ومين اللي شاء له راسه؟ هالولد الصغير. وجاءوا بالولد إلى عمر، قال: سمع جلبة فإذا مريئة تقول: إنه ابني وإنه يتيم. ترى أبوه ميت هذا الولد. فقال لها عمر: هوني عليك،
ثم قال لها: أله عطاء في الديوان؟ هذا ابنك اليتيم عم نصرف له شي معاش من بيت المال؟ قالت لا. قال: فاكتبوه في الذرية. أمر الخدم اللي عنده أو من تحت يده أنه اكتبوا له لهذا الولد مصروف، هذا ما له أب. فقالت زوجته فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به وفعل، يعني دعيت عليه للولد. المرة الأخرى يشج ابنك ثانية، يرد هلأ بعد كم يوم بده يفجلك ابنك مرة تانية. فقال لها: ويحك، إنه يتيم وقد أفزعتموه. الله أكبر، يعني خاف على ابن المرأة على هذا اليتيم، ويعني تنازل عن حقه في ابنه. قال: بعث يوما غلامه ليشوي له لحمة، فجاءه بها سريعا مشوية. قال: أين شويتها؟ قال: في المطبخ. قال: في مطبخ المسلمين؟ يبدو كان في دار يعني لصناعة الطعام للفقراء أو للعمال أو لشيء. قال: في مطبخ المسلمين؟ قال: نعم. قال: كلها فإني لم أرزقها، هي رزقك، بس لأنه اللحمة هو دافع حقه من عنده، بس لأنه استخدموا النار تبع بيت مال المسلمين ما هان عليه عمر بن عبد العزيز. قال: وسخنوا له يوما ماء في المطبخ العام، فرد بدل ذلك بدرهم حطبا. راح اشترى حطب وقال له نحطوه في البيت، في بيت، في هذا المطبخ. قال: وكان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين، لا يكتب على ضوئه لنفسه حرفا. الشمعة تبع يعني لحاجات المسلمين، لما بيكون بقلب عمله يشعل الشمعة تبع بيت مال المسلمين، لا بس يخلص بده يشتغل شغلة لإله يطفي الشمعة تبع بيت مال المسلمين يشعل الشمعة تبعه. والله أنا بعرف يا أخوان، أخ موظف القلم تبع الشركة تبع المعمل تبع المؤسسة اللي بيعمل فيها تبع الوزارة تبع المديرية ما بيكتب فيه لحاجاته الخاصة. يعني مرته بتقول له تليفون، بتقول له مثلا والله بدنا فلي فلي، بدنا بندورة، بده يكتبون، يطلع القلم، عنده قلمه بس ما بيكتب بقلم الشغل انه هذا القلم، هذا القلم للمصلحة العامة مشان انا البندورة والخيار تبعي. في ناس عندهم يعني دقة هيك في التعامل، عندهم ورع. انا اكثر من مرة الحمد لله، الحمد لله يا اخوان، امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع خيرها. يعني والله اكثر من مرة جاءني رجل ليقول لي بانه، قلت لكم انه انا ادرس في جامع دك الباب قريب المالية، فينزل بعض الموظفين يحضرون. هي أكثر من واحد جاء إلي ليقول بأنه هو الدرس ربع ساعة مدته، ليقول بأنه هذه الأرباع من الساعة هو يجمعها خلال العام، طلعت معه معاش يوم، فهو تصدق بمعاش يوم، أنه هذا مو مالي مو لي لأنه أنا ما داومت بهذا اليوم. يعني في ناس يحاسبون نفسهم أنفسهم على دقائق الأمور، بالمقابل في ناس لا يأبهون، لا يستوون عند الله عز وجل على الإطلاق، هؤلاء وهؤلاء. فعمر كان إذا أراد أن يكتب لنفسه حوائجه أسرج سراجه، وإذا أراد أن يكتب لحوائج المسلمين أسرج سراج بيت المسلمين. كان من دعائه: اللهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم، اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك فوفقني. الدعاء يقول:
اللهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم، اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك، فوفقني. يا أخوان، هذا فهم عالي لمعنى لا إله إلا الله. على الحقيقة، على الحقيقة، لا فعال في الكون إلا الله، حتى صلاتك هذه منه، وصلاحك منه، وطعامك منه، وذكاؤك منه، ومنعك منه. ابن عطاء الله السكندري يقول: عطاء الله عطاء، ومنع الله عطاء، وإذا كمل فهمك استوى عندك المنع والعطاء، كل منه ما دام هو يريد فأنت محبوباتك في مراداته. هو أراد أن يمنعك، أنا محبوباتي في إرادة، مو هيك؟ ما هكذا أراد؟ رجل عنده واد من الجمال، والجمال أنفس أموال العرب. الجمل قديش حقه؟ يطلع له 1,000,000 ليرة سوري. وادي من الجمال يعني شي 100 مليون، 200 مليون. أصاب مرض، عاهة أصابت الجمال فانتشرت فسقطت، 200 مليون ليرة يوم بليلة ما فيها ضوء قمر راح. فراح رجل بده يعزيه، فرآه يغزل على ضوء القمر هيك قاعد على تلة، فعزاه بمصابه إنه خسر 200 مليون. فقال، أنشد بيتين من الشعر يقول: لا والذي، أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. لا والذي، أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. بما أنه الله قدر، الله قضى، أنا محبوباتي فيما قضى وقدر. فالفعال حقيقة يا أخوان هو الله. إذا رأيت نفسك تهفو إلى الخير، الفضل لله. إذا رأيت قلبك يحب الصالحين، الفضل لله. إذا رأيت قلبك علق بالقرآن، الفضل لله. إذا رأيت نفسك تشتغل بالقرآن، الفضل لله. بلحظة يرفع عنك ما وضع، لذلك خليك هيك على باب الله عز وجل منكسر، ولا تعتد بنفسك. ذكروا بأن رجلا كان كثير الصلاة، وكان إذا قرأ رفع صوته ليسمعه الناس، كان يرائي الناس معتدا بنفسه. قال: وكان إذا مر بأناس سبهم ولعنهم، إنه أنت مين أنت؟ أنت صلاتك مو راكزة، وأنت قراءتك للقرآن ما منيحة، وأنت شو بتعرف بالدين، وأنت شو بتعرف بالصلاح. قال: ثم إن الله عز وجل ألقى يقينا في قلبه. هو كان يصلي وبيصوم بس مرائي، ذلك كان يشتم الناس. قال: ثم إن الله عز وجل ألقى يقينا في قلبه، فكان إذا صلى خفض صوته، وإذا قرأ، قبل شوي كان يرفع صوته مشان يسمعنا، قال لا، يخفض صوته بينه وبين ربه. قال: وكان لا يمر على أحد إلا ويدعو له. لما كان مرائي كان لا يمر على أحد إلا يسبه. ألا لما الله ألقى في قلبه التوفيق
صار إذا مر على الناس يدعو لهم حتى لو كانوا عصاة. فعمر يقول: اللهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم، اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك. فضل من الله، توفيق. لذلك يا أخوان طلبوا من الله أن يوفقكم وأن يوفق أولادكم وأن يوفق إخوانكم، لأن الأمر معقود في السماء. نحن أدبا مع الله عز وجل نمشي فيما أمرنا به، لكن ما يوضع في القلوب، ما يختم به، فضل الله عز وجل وتوفيقه. يقول: فوفقني يا رب وفقني. وكان يدعو يقول في دعائه: اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. ترى يا رب أنا ما بالساهل أنك ترحمني، بس والله رحمتك يعني هي أهل أن تنالني. قال: كان يكتب إلى عماله أن يأخذوا الناس بالسنة ويقول: إن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. مرض أقال وقيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لو أتيت المدينة بآخر عمره لما تعب أو لما مرض وتعب، هو ما كان كبيرا لما مات، 39 سنة عمره. قال: لما مرض قيل له: يا أمير المؤمنين، لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت في القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هو أمير المؤمنين، هو بقرر. فقال: والله لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار، فإنه لا صبر لي عليها، أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني لذلك الموضع أهل. والله لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار، فإنه لا صبر لي عليها، أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني لذلك الموضع أهل. يعني يحلف أنه ما خطر على بالي ولا أتوقع أن أرى نفسي بأنني أهل أن أكون هناك، وعذبني الله بكل عذاب. إن كان في قلبي أظن بنفسي بأنه أنا خرج أقعد هناك. سبحان الله. قال: وكان مرضه بدير سمعان من قرى حمص، وكانت مدة مرضه 20 يوما. لما احتضر قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: إلهي، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت. ثلاثا، يعني يعيدها 3 مرات: إلهي، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت. إلهي، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا: إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. شو هنين؟ ملائكة عم بيحدق هيك. قالوا له: ليش كثير هيك عم تحدق؟ قال له: ترى عم شوف خلق لا إنس ولا جن، ملائكة. قال: ثم قبض من ساعته. وفي رواية أنه قال لأهله: اخرجوا عني. فخرجوا، وجلس على الباب مسلمة بن عبد الملك وأخته فاطمة، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت، فدخلوا فوجدوه قد قبض.
نسأل الله عز وجل أن يرحم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وأن يلحقنا به، وأن يجعلنا على نهجه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا. أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.